اهلا طلاب، اليوم موضوعنا عن الانتستينال اوبستراكشن. زين، اول شيء خلينا نعرف شنو هو الانتستينال اوبستراكشن. It is any form of interruption to the normal passage of bowel content through the small or large intestine. يعني انه اي شيء يسبب عائق يمنع انه الفود كونتنت او البول كونتنت تعبر من منطقه الى منطقه ثانيه خلال الانتستينال تراكت. اوكي زين، It is a common cause of acute abdominal pain. يعني هو يدخل ضمن الديفرنشيال دايجنوسيس مات الاكيوت ابدومينال بين. هذا السؤال مرات يسألون بي بالعملي، انه هاو تو كلاسيفاي باول اوبستراكشن الى دايناميك اند ادايناميك، الى سمبل او كومبلكس اللي هو سترانجليشن، الى سمول او لارج باول اوبستراكشن، الى كومبليت او بارشيال اوبستراكشن، وإلى acute أو chronic حسب the duration مات intestinal obstruction. وهسه نشرح شنو هما بالتفصيل. أنا البيشنت إذا شكيت عندي intestinal obstruction أكو 5 أسئلة لازم أحطها ببالي وألقى لها أجوبة. أول شيء، هل هو هذا intestinal obstruction حقيقي لو لا؟ ليش؟ لأن إحنا مثل ما قلنا intestinal obstruction يدخل ضمن differential diagnosis مات acute abdominal pain، وممكن هذا أثر باثولوجي، فلازم أنا أتأكد إنه أنا صدق عندي intestinal obstruction. هاي واحدة. الشغلة الثانية إنه الobstruction اللي صار عندي هل هو dynamic mechanical obstruction أو adynamic paralytic obstruction؟ وإذا أنا تأكدت إنه هو هذا mechanical obstruction، هل هو simple أو complex اللي هو يكون strangulated؟ ولازم أعرف إنه وين السايت مالته، هل هو small bowel أو large bowel؟ وآخر شيء، إنه هل إنه صار عند البيشنت dehydration، هل إنه صار اعتلال بالتوزيع مات البودي فلويد مالته؟ لا. هسا وصلنا للباثوفيسيولوجي of intestinal obstruction. إحنا مثل ما قلنا أكو هنا فد عائق، فد obstruction يمنع إنه bowel content تعبر منه إلى هنا. اوكي، فهاي المنطقه نسميها بروكسيمال وهاي المنطقه نسميها ديستال. الاوبستراكشن از نو باسج اوف ستول او غاز. زين، شنو الاوبستيبيشن؟ اوبستيبيشن معناته ذير از نو باسج اوف غاز اور فليتوس. زين، صار عندي الاوبستراكشن، شو يصير وراها؟ البروكسيمال اريا تحاول تزيد البريستاسيس مالتها، تحاول تزيد الكونتراكشنز على مود تقدر تدفع الباول كونتنت المن للجهه الثانيه. فمن تزيد الكونتراكشنز شو يصير عندي؟ يصير عندي كوليك ابدومينال بين. الكونتراكشنز ضد مكان مسدود ويمنعها انه تعبر الباول كونتنت مالتها، شيء يؤدي الى ريفلكس فوميتينج، لذلك صار عندي فوميتينج. ف بيرستاسيس موفمنت، كونتراكشنز تحاول تدفع الباول كونتنت بس ما تقدر، اكو عائق يمنعها، فشي يصير عندي؟ يصير عندي اكيوميليشن اوف انتستينال كونتنت، والاير اللي احنا من نحكي من هاي مو نبلع اير، فيبدون يتجمعون وين؟ داخل البروكسيمال اريا. زين، هاي البروكسيمال اريا حاولت تسوي بيريستاسيس موفمنت، حاولت تزيد الكونتراكشنز بس كلها ما فادت. وراها شي يصير بيها؟ يصير بيها دايليتيشن، توقف البيريستاسيس موفمنت. احنا انا اصلا عندي باول كونتنت تجمعت هنا، عندي سبولود اير تجمع، والبكتيريا صار بيها فرمنتيشن، يعني بكتيريا بدأت تزيد، فيصير عندي انكريز باللومينال بريشر، increase intraluminal pressure. شو صار عندي؟ صار عندي distension. وين؟ بالproximal area. زين، هذا dilatation والabdominal distension والbowel content صار بها أديمة بالwall، أدت إلى أنه شو تسوي؟ تسوي compression على الفين وعلى الارتري، فيؤدي إلى شنو؟ proximal area. هنا ماكو blood supply، blood supply وقف وماكو فد nutrient توصل إليها، والبكتيريا بدا يصير بها colonization وبدا تزيد، يصير بها overgrowth، فشي يؤدي الى انا صار عندي necrosis، لان blood supply انقطع. ورا ما يصير necrosis هنا الباول راح تكون اكثر عرضة انه يصير بها perforation، لانه الضغط هنا كلش عالي بسبب الغاز وبسبب البكتيريا overgrowth بسبب الباول content بسبب الفلويد اللي تجمع بيها، فيصير عندي perforation. من صار perforation معناتها الباول كونتنت والبكتيريا وين صارت؟ صارت بالبريتونيوم. من صارت بالبريتونيوم راح تكون عرضة انه يصير عندي peritonitis، وبعدين بسبب البكتيريا اللي موجودة، البكتيريا الموجودة بالبريتونيوم راح يصير عندي bacterial يعني septicemia، وممكن تؤدي الى شوك
هيموديناميك كومبرومايز، وممكن يؤدي إلى ديث بالأخير إذا ما تدخلنا بوحدة من الستيج من دول الستيجات. زين، شنو الكلينيكال فيتشرز؟ الدايجنوسيس مات الدايناميك انتستينال أوبستراكشن يعتمد على 4 سيمتومز، منها البين، دومينال ديستنشن، فوميتينج، أند أبسوليوت كونستيبيشن. كلينيكلي احنا نقسم الأوبستراكشن إلى 2 تايبس، اللي هو سمول باول اللي ينقسم إلى هاي أو لو، يعني حسب أنا السمول باول قسمها بالنص، فالجزء الفوق يصير هاي سمول باول أوبستراكشن، والجزء الجوي يصير لو سمول باول أوبستراكشن، وعندي لارج باول أوبستراكشن. إذا سألنا إنه الانتستينال أوبستراكشن وين يصير أكثر شيء، بالسمول باول لو باللارج باول؟ نجاوب بالسمول باول. ليش؟ لأنه هي أطول، طولها 6 متر، هي تكون موبايل، وهي تمثل تقريبا 75% من الانتستينال تراكت، والباثولوجي أو الديزيز تكون أكثر بيها. زين، البريزنتيشن يعني ساين والسيمتومز راح تختلف بالاعتماد على انه الديوريشن مال الانتستينال اوبستراكشن، يعني سواء كان اكيوت او كرونيك، او كان اكيوت اون كرونيك، او كان سب اكيوت. زين، شنو معناتها هاي؟ اذا كان اكيوت اوبستراكشن معناته انه يوجوالي هو وين صاير؟ صاير بالسمول باول اوبستراكشن. هنا البين شنو يكون؟ يكون سادن اونست، ويكون سيفير، ويكون كوليكي. وين السايت مالته؟ السايت مالته يكون سنترال. اوكي، زين، الديستنشن وين يكون؟ يكون سنترال همين. الفوميتينج هل هو ايرلي لو ليت؟ لا، يكون ايرلي. والكونستيبيشن يكون ليت. اوكي، هذا الاكيوت اوبستراكشن. زين، الكرونيك اوبستراكشن اللي هو يوجوال وين يكون؟ يكون باللارج باول اوبستراكشن. السيمتومز البروجريشن مالتها راح يكون سلو، يعني اوفر دايز، مو انه سادن اونست. الابدومينال بين راح يكون مايلد، ويكون وين؟ باللور ابدومين. اوكي، الكونستيبيشن راح يكون ايرلي، ويكون ابسوليوت كونستيبيشن، وراها يصير عندي ابدومينال ديستنشن. زين، الاكيوت اون كرونيك شنو معناته؟ معناته انه البيشنت راح يعطيني هيستوري اوف ديستنشن فوميتينج، وهو يعني على فترات طويله، يعني مو هو اول مره صارت عنده، يعني تتكرر الحالات، وهسه انه الاعراض مالته زادت. السب اكيوت معناته شنو؟ معناته انا عندي انكمبليت اوبستراكشن. زين، احنا قلنا السمول باول تتقسم الى هاي او لو، شنو يفرق بيناتهم؟ اللي يفرق انه بالهاي، يعني الجزء العلوي من السمول باول، من يصير عندي اوبستراكشن، الفوميتينج از ايرلي، يعني اول شيء يصير عندي فوميتينج، وصار عندي رابط ديهايدريشن. ليش يصير عندي رابط ديهايدريشن؟ لأنه إحنا قلنا الأبزوربشن ما تل يعني الفود كونتنت وين يصير؟ يصير بالسمول انتستين. زين، أنا الأبزوربشن صار عندي تقريبا مثل ما نقول بالبداية ما تل سمول باول، فماكو أي أبزوربشن راح يصير يعني بعد الفود، يعني ف ديهايدريشن إز رابط، ويصير عندي مينيمم ديستنشن. ومن أسوي إكس راي الفلويد ليفل راح تكون قليله. زين، اللو سمول باول اوبستراكشن هنا شنو اهم؟ يعني شنو البريدومينانت؟ هو البين. والديستنشن وين يكون؟ يكون سنترال. هنا الفوميتينج ديلي، لان احنا عندنا مقوله تقول the higher the obstruction the earlier the vomiting. اوكي، فهنا من بدا يبتعد مكان الاوبستراكشن، فالفوميتينج صار بي ديلي. من اسوي اكس راي راح القى مالتيبل fluid air fluid level. اوكي، زين، بالنسبه لللارج باول هنا الديستنشن از ماركت، يعني كلش واضح يصير عندي ابدومينال ديستنشن، بس البين شو يصير؟ يكون مايلد. الفوميتينج والديهايدريشن يكونون ليت. ليش؟ لان انا اصلا صار عندي ابزوربشن للفلويد من الباول كونتنت بالسمول باول، واصلا الابزوربشن يكون قليل باللارج باول، فالفوميت الديهايدريشن يكون ليت، يعني بالاخير من يستمر الوضع يلا يصير البيشنت ديهايدريتد. والفوميتينج مثل ما قلنا the higher the obstruction the more earlier the vomiting، بينما اللارج باول هي تكون lower، يعني منطقه بعيده مثل ما نقول، فالفوميتينج يكون متاخر. proximal colon distension راح نلقاه على الابدومينال اكس راي. The lower the obstruction the more abdominal distension and constipation. هاي راح يعني من ناخذ الاعراض من البيشنت، راح انه من نعرف السيكونس مال سيمتومز راح نقدر نحط فكره ببالنا هل هو هذا سمول باول لارج باول، بالاعتماد على البين
شون يكون على الفوميتينج ايرلي لوليت، على الكونستيبيشن ايرلي لوليت، على الابدومينال ديستنشن والسايت مالت. البرزنتيشن ايضا يعتمد على انه هل الانتستينال ابستراكشن يكون سمبل او يكون سترانجليتد. زين شنو الفرق؟ سمبل معناتها انه البلود سبلاي از انتاكت، يعني هاي السيجمنت اللي صار بها انتستينال ابستراكشن جاي يوصل لها نيوتريت وجاي توصل لها بلود سبلاي. اوكي الاسترانجوليتد معناتها انه جاي يصير عندي دايركت انترفيرنس تو ذا بلود فلو، يعني انه هاي السيجمنت اللي صار بها ابستراكشن ما جاي يوصل لها بلود سبلاي ولا جاي توصل لها نيوتريانت. اوكي يعني انه راح يصير بها نكروسيس. زين انا ليش جاي يصير عندي انه كاتينج بالبلود سبلاي؟ يا اما بسبب الهرنيال رينجز او بسبب الانترابيريتونيال ادهيجن او الانترابيريتونيال باندز راح تسبب لي كاتينج للبلود سبلاي لهاي السيجمنت اللي صار بها انتستينال ابستراكشن. اوكي زين شنو هي الساين والسيمبتومز مالتل سترانجليشن؟ يعني انا شلون البيشنت اشك بي انه هو صار سترانجليشن، صار عندي كاتينج بالبلود سبلاي مالتل باول؟ من يصير عندي فيفر، من يزيد البولس ريت مالته، من يصير عندي انكريز بالوايت بي سي، من يصير عندي انكريز بالسيفيريتي اوف بين. احنا شنو قلنا؟ قلنا انه البين اول شيء بسبب البيرستاسيس موفمنت راح يكون سيفير كوليكي، من يصير عندنا ديستنشن وتوقف البيرستاسيس موفمنت راح يصير عندنا دول بين، من يرجع البين يصير سيفير معناتها انا شنو صار عندي؟ صار عندي كاتينج بالبلود سبلاي، صار عندي سترانجليشن، عرضه انه بعد النكروسيس يصير عندي بيرفوريشن. اوكي زين هسه بمختصر مفيد انه الكلينيكال فيتشرز يعني السيمبتومز تعتمد سواء كانت تعتمد على اللوكيشن مالت الابستراكشن، تعتمد على الديوريشن او التايم مالت الابستراكشن، تعتمد على الاندرلاينج باثولوجي شنو السبب، تعتمد على هل اكو انتستينال اسكيميا او لا، يعني هل اكو سترانجليشن او لا. اكو فد ليت مانيفيستيشن من الانتستينال ابستراكشن من هالديهايدريشن، اوليجوريا، هايبوفوليميك شوك، بايركسيا، سبتيسيميا، ريسبيراتوري امبارسمنت، يعني يصير عندي كومبرومايز للريسبيراتوري موفمنت بسبب الابدومينال بين او البيرتونايتس، وهسه نشرحهم. زين احنا من قلنا تعتمد على اربع هذا سيمبتومز، بين، فوميتينج، ابدومينال ديستنشن اند كونستيبيشن. البين يكون هو اول سيمبتوم يحس بي البيشنت. اوكي وقلنا يكون كوليكي ان نيتشر، وبالسمول انتستين راح يكون سنترال حوالين الامبليكس، بينما باللارج باول راح يكون باللور ابدومين. وقلنا احنا البين يزيد ويا زيادة الكونتراكشن والبريستالسيس موفمنت، ومن يصير عندي ديستنشن البين راح يتحول الى دول مايلد، واذا رجع البين سيفير مرة ثانية هذا معناته انه عندي سترانجليشن. اوكي بس البين ممكن ما يكون سيجنيفيكنت بيا حالات، بحالة اذا كان انا عندي بوست اوبراتيف simple mechanical obstruction. اوكي وبحالات الباراليتيك الياس ما يصير عندي pain، راح يكون absence of pain. زين الفوميتينج احنا قلنا the higher the obstruction the earlier the vomiting. vomiting the more distal the obstruction the longer the interval between the onset of symptom and the presence of nausea or vomiting. يعني العبارتين نفس المعنى. من يستمر الobstruction راح يؤدي الى انه الكونتنت مات الفوميتينج راح تبتدي تتغير من هذا الدايجستد فود للفيكولنت ماتيريال. ليش؟ لان صار عندي اوفر جروث مات الانتريك بكتيريا. فاذا انا عندي الابستراكشن ابوف ذا بايلورس يعني بعد هي البايل كونتنت ما اجت، هنا الفوميتينج راح يكون ووتري ويكون اسيدي يعني اسيديك. اما اذا كان higher small bowel obstruction هنا الvomiting راح يكون greenish bile stain، اما اذا كان lower small bowel راح يكون brown vomit. هسه نجي على distension. small bowel the degree of distension is dependent on the site of obstruction. مثل ما قلنا بال high small bowel obstruction distension is minimum، بينما بال low small bowel obstruction distension يكون central. الديستنشن is delay بالكولونيك obstruction بالكولون and may be minimum or absent بحالات الميزنتريك فاسكولار اكلوجن. احنا مثل ما قلنا باللارج باول obstruction بالبداية وبعدين يصير عندي ديستنشن. بحالات الميزنتريك فاسكولار اكلوجن راح يصير عندي minimum او absence of distension، ماكو distension اصلا. زين انا شنو السبب يصير عندي distension؟
أول شيء إنه accumulation of bile content اللي هي واضحة. الشغلة الثانية إنه الغاز، زي من وين يجيني الغاز؟ يجي من the swallowed air، يعني واحد من يحكي من شيء يبلق هواء، هاي واحدة. الغاز يجيني من diffusion من the blood، هاي الثانية. الشغلة الثالثة، من أسوي digestion للفود أو البكتيريال overgrowth راح تفرز لي غاز، فهاي ثلاث أشياء تؤدي لإنه يصير عندي accumulation of gas. زين الفلويد من وين يجي؟ أول شيء ingested fluid، يعني الشخص من يشرب ماي، يشرب عصائر، الأكل اللي يأكله ممكن بي ماي. ومن digestive juices اللي تجي من وين؟ تجي من البنكرياتك، تجي من البلياري، تجي من الكاستريك اللي تكون تقريبا 8-12 لتر. زين الconstipation، احنا عندنا absolute constipation وعندنا relative constipation. absolute constipation معناته there is no passage of feces or flatus، اثنيناتهم ماكو. الrelative there is passage of flatus. اوكي زين الabsolute constipation معناته انا عندي complete intestinal obstruction. بعض الpatients بالبداية يعني هو صار عندهم pain وصار عندهم intestinal obstruction بس يقدرون يسوون passage of flatus or feces. شنو السبب؟ سبب انه انا جاي يصير عندي evacuation للdistal area اللي ما بعد الobstruction. شلون يصير مثل ما نقول emptying للintestinal tract؟ من ورا ما يصير emptying بعد راح توقف، لان انا عندي intestinal obstruction فماكو لا passage of flatus لا passage of feces. مثل ما قلنا الconstipation بالsmall bowel is a late sign، بينما باللarge bowel is an early sign. زين مرات انا عندي intestinal obstruction بس ما عندي constipation، بيا حالات، بحالة الرختر هيرنيا، بحالة الجولستون، بحالة الميزنتريك فاسكولار اكلوجين، بحالة الابستركشن اذا كان associated with pelvic abscess، وبحالة البارشيال ابستركشن يمتى يصير عندي partial obstruction؟ اذا كان عندي fecal impaction، اذا كان عندي colonic neoplasm، هنا حتى مرات ممكن يصير diarrhea. زين شنو هي الاثر manifestation مال intestinal obstruction؟ ممكن يصير عندي dehydration، والdehydration خاصة وين نشوفه؟ نشوفه بالsmall bowel obstruction. بسبب شنو؟ بسبب انه صار عندي repeated vomiting، والسبب الثاني صار عندي fluid sequestration. زين شلون يصير انا عندي fluid sequestration؟ يصير بسبب انه مثل ما قلنا الdigestive juices اللي هي تجي من البنكرياتك، تجي من البلياري، تجي من الجاستريك، راح تتجمع بالسمول باول. اوكي وعندي الفلويد من الباول كونتنت، يعني من الفود كونتنت، هاي الثانية. الشغلة الثالثة انه الأوزمولاريتي داخل هاي السيجمنت مات الباول راح تكون هاي، الأوزمولاريتي عالية، فالفلويد يجي يدخل يعني من الخارج إلى داخل الباول سيجمنت هنا، فيعني هم يتجمع الفلويد هنا، فهذول الثلاثة يؤدون إلى صار عندي third space loss of fluid. بالنتيجة شو صار عندي؟ صار عندي dry skin, dry tongue, poor venous filling, sunken eye, وoliguria. ومن نسوي investigation راح نلقى انه اكو increase بالهيماتوكريت، increase باليوريا level، وصار عندي secondary polycythemia. لذلك الgolden rule بالtreatment انه انا لازم اسوي rehydration to the patient. hypokalemia شلون تصير؟ من يصير عندي prolonged obstruction ان البيشنت راح يبدي يحاول يسوي لي ريتينشن اوف صوديوم، بس هو ما يقدر يسوي ريتينشن اوف صوديوم بس، يعني ما يقدر يسحب بس الصوديوم، لازم ينطشي. فشنو ينطي؟ ينطي البوتاسيوم وياخذ الصوديوم، فيصير عندي هايبوكاليميا. زين اذا البيشنت عنده انتستينال اوبستراكشن وصار عنده فيفر، شنو معناتها؟ معناتها انه انا صار عندي اسكيميا، او معناتها انا يعني عبرت مرحله الاسكيميا صار عندي بيرفوريشن، او انه انا صح عندي انتستينال اوبستراكشن بس هم عندي انفلاميشن. زين اذا البيشنت صار عنده هايبوثيرميا شنو معناتها؟ معناتها وصل الى مرحله السبتيك شوك، سبتيسيميك شوك. زين الابدومينال تندرنس، اذا كان الابدومينال تندرنس لوكالايز يعني محدد بمكان واحد، فهذا معناتها انه اما راح تصير اسكيميا يعني راح يصير سترانجوليشن، او اصلا صار سترانجوليشن وصار عندي اسكيميا، او انه راح يصير عندي بيريتونايتس يعني راح يصير بيرفوريشن ويتحول الى بيريتونايتس. زين هايبوكاليميا قلناها، والكونتراكشن اوف الكالوسيس يعني ليش يصير عندي ميتابوليك الكالوسيس؟ بسبب انه البيشنت من يصير عنده فوميتينج راح يفقد شنو؟ راح يفقد الجاستريك اسيد مات الستومك، فيؤدي الى انه يتحول الى ميتابوليك الكالوسيس.
زين مرات يصير عندي ميتابوليك اسيدوسيس، شون سبب انه انا فقدت البايكارب ومصير عندي برولونج تيشو هايبو بيرفيوجن، فحتى ممكن مرات يصعد اللاكتيك اسيد فيتحول الى ميتابوليك اسيدوسيس. الميتابوليك اسيدوسيس with a wide anion gap should promote an evaluation for lactic acidosis which indicate mesenteric ischemia أو إنه أصلاً hypoperfusion، لأن إحنا قلنا يساعدنا cut لل blood supply. زين the classification يعني تعتمد على relevant of anatomy والpathophysiology، ممكن نقسم intestinal obstruction إلى dynamic and adynamic. شنو الفرق بيناتهم؟ dynamic شنو معناته؟ معناته peristalsis movement تشتغل، أوكي؟ يعني هنا أنا عندي peristalsis movement وتحاول تدفع bowel content للجهة الثانية وتعبر هذا الobstruction اللي صار against mechanical obstruction، أوكي؟ يعني أكو فد blockage يمنع food content إنه تعبر. فهذا ممكن يصير بالأكيوت أو chronic intestinal obstruction. يعني أنا شنو peristalsis الكونتراكشن موجودة وتحاول تدفع وتعبر الميكانيكال أوبستركشن اللي بلوكج اللي صار اللي يمنع الفود كونتنت انه تعبر، ممكن يصير بالأكيوت ممكن يصير بالكرونيك فورم. زين الأدايناميك شنو معناتها؟ معناتها هنا ما عند برستاسيس موفمنت، هذا الشيء مهم، برستاسيس موفمنت ما موجودة مثلا باراليتيك إلياس، أو هي موجودة بس انه شلون نقول مو عدلة نون بروبولسيف إذا كان عندي ميزنتريك فاسكولار اكلوجين أو إذا عندي سيدو أوبستركشن. بالحالتين أنا ما عندي بلوكج، ما عندي ميكانيكال أوبستركشن، مجرد إنه الخلل وين؟ الخلل بالبرستالسيس موفمنت، يا أما ما موجودة أو تكون نن بروبولسيف. والبين ما موجود، ليش؟ لأن البين يجي عن طريق إنه البرستالسيس موفمنت يزيد الكونتراكشن يزيد فيصير عندي بين. هنا ماكو برستالسيس فماكو بين. الانتستينال أوبستركشن ممكن بسبب الانترالومينال أو إكسترالومينال اللي تنقسم إلى انتراميورال وإكستراميورال. الموست كومن كوز أوف سمول باول أوبستركشن اللي هو الميكانيكال يكون بسبب الأدهيجن، أوكي؟ يجي وراها الهرنية، يجي وراها النيوبلازم، يجي وراها الستركتور فولفولوس وهكذا، أو يكون بسبب الانفلاماتوري ديسوردرز مثل الكرون ديزيز pelvic inflammatory disease أو infectious disease منها TB والparasitic infection. هذا الclassification مثل ما قلنا ينقسم إلى intraluminal، يعني الخلل وين؟ داخل اللومن، مثلا gallstone ileus food bullus roundworm mass foreign body، أو داخل الوال اللي هو تكون intramural، يا أما يكون أكو structure أكو Crohn disease أكو carcinoma أكو adhesion، أو يكون extramural، يعني أنا ممكن عندي فيلفولاس، عندي انتسابشن، عندي أوبستركتد هيرني، أو عندي كونجنيتال باند. زين أنا لازم أسوي برايمري إيفاليويشن للبيشنت، يعني أنا من يجي البيشنت بساين وسيمتوم أوف انتستينال أوبستركشن لازم أنا عن طريق الهستري عن طريق الإكزامينيشن إنه أعرف هل أكو باول إسكيميا، هل البيشنت وصل إلى مرحلة السبسيس، هل صار بيرفوريشن، هل انه انا جاي اسوي adequate resuscitation من rehydration من اسوي systemically stable لو لا. الاشخاص اللي عندهم obstruction قلنا ممكن يصيرون hypovolemia بسبب مثل ما قلنا ال vomiting وال 30 space loss وال dehydration، فلازم اسوي لهم resuscitation، فنسوي evaluation لل vital sign، نحط IV access، نشوف الفوليوم يعني نشوف الديهايدريشن ليفل مالتهم وننطيهم اي في فلويد حسب وضعهم، نشوف ان هم يحتاجون كاثيتر لو لا على مود نسوي اسسمنت اوبتين بلاد سبيسيمن حتى ندسهم شنو ندسهم سي بي سي ندسهم ميتابوليك بانل، يعني نشوف البيشنت داخل ميتابوليك الكلوسيس داخل ميتابوليك اسيدوسيس، نشوف اللاكتيك اسيد ليفل مالتهم ونشوف نحدد يمتى ان هم يحتاجون انتي بايوتيك لو لا، خاصه اذا شكينا عندهم سبسيس. انجي تيوب نستخدمه على مود شنو؟ على مود يعني prevent vomit aspiration، وعلى مود نسوي decompression للdistended abdomen. hold narcotic and other central nervous system depressant to maintain reliability of abdominal examination. هنا شنو الفكرة؟ الفكرة انه انا اذا انطيت بيثيدين وانطيت مورفين للpatient هنا ممكن هذا يسوي لي ماسك للسيمتوم مات السيفير ابدومينال بين اللي راح يصير اللي
اللي يصير إذا تحول البيشنت من simple إلى strangulated intestinal obstruction. فإذا ما البيشنت حس بهذا السيفير بين وما صار gardening بالأبدومينال، ما صار تنس أبدومين، فممكن تعبر إنه البيشنت يتحول إلى perforation وperitonitis ويدخل بseptic shock، وأنا ما أعرف يعني بسبب إنه صار عندي masking للsymptoms. فنحن نعطي analgesia بس ما نعطي narcotics أو central nervous يعني system depressant type مات الانالجيزي. زين الهيستوري والفيزيكال اكزامينيشن. هيستوري راح تعطينا prominent role إنه نحدد الاتيولوجي مات الobstruction، وإذا أنا أحتاج أدز البيشنت سيرجري حالا أو أبقي على conservative management. بالهيستوري شنو أركز؟ أركز على إنه الديوريشن والسيفيريتي مات السيمتومز ويمتى بدت، و يعني أعرف إنه مثلاً الأكيوت أبدومينال صار النوزي والفوميتينج إمتى، بالبداية بالنهاية، أكو أوبستيبيشن أكو كونستيبيشن أكو أبدومينال ديستينشن لو لا، وشنو السيكونس مات السيمتومز. المهم إنه أخذ باس سيرجيكال هيستوري من عنده، خاصة أركز على الأبدومينو بيلفيك أوبريشن. previous episode of obstruction أشوف إنه سابقاً صايرة عندها هاي الحالة لو لا، هاي أول مرة، وإذا صايرة قبل بين إيش قد وإيش قد تصير حالة، ويمتى آخر إبسود صارت، وشنو كان العلاج مالته، وشنو كان يسووا له، وشون يطلع، وهل الأعراض تختفي بين إبسود وإبسود لو لا. بالفيزيكال إكزامينيشن أركز على الجنرال إكزامينيشن بالبداية على الفيتال ساينز، وتالي النوبة أسوي الأبدومينال إكزامينيشن أشوف أكو تندرنس أكو جاردينينج تنس أبدومين لو لا اللي ممكن يدي لإسكيميا برفوريشن، أو الباول ساوند هل هي هاي بيتش لو لو بيتش. هي تبدي بالبداية هاي بيتش بسبب الانكريز بيرستاسيس موفمنت، وانه بتتحول الى لو بيتش او تختفي. شوف الابدومينال ديستنشن هل معناته انه اكو اكيوميليشن اوف اير اور فلويد. اذا كان اكو اكيوميليشن اوف اير راح يصير عندي تيمبانيك من اسوي بيركشن، اما اذا كان فلويد فيصير عندي دلنس. الابدومينال بين اذا كان اوت اوف بروبورشن يعني كلش سيفير بين، بينما ما يتماشى ويا باقي الاعراض مالته، هذا ممكن انه البيشنت عنده ميزنتريك اسكيميا. الديجيتال ريكتال اكزامينيشن مهم لانه ممكن اشوف ان اوكلت جروس بلاد، هذا معناته انه جاي يصير عندي ميوكوزال اسكيميا، او ممكن اعرف السايت مات اوبستراكشن يعني اذا الركتم اذا كان يعني هو مو كلش سبيسيفيك بس يعني ممكن يعطيني فكره. اذا كان الركتم is empty فممكن هذا small bowel، أم إذا كان الركتم is impacted with this tool هذا ممكن large bowel. The probability that a patient who previously underwent non-operative management will require readmission increase with each episode. يعني ال patient إذا كانت عنده episode قبل من intestinal obstruction sinus symptoms بس إنه عالجه مو جراحياً، يعني مجرد conservative treatment، من تبدي تزيد الفريكوانسي مات الابيسود راح تزيد يعني الريسك انه ممكن يحتاج admission ويحتاج operation. فيمتى نتدخل بهاي الحالات؟ يعني اذا كان اكو repeated episodes يمتى يحتاج surgical intervention، يمتى يكون indicated؟ يكون اذا كان عندي there has been more than one episode per year، يعني اكثر من episode بالسنة. إذا الإبسود تبدي تتكرر وتزيد الفريكونسي مالتها يعني تتقارب، يعني مثلا إذا كان مرة بالسنة صرنا مرتين ثلاث مرات بالسنة. resolution of symptoms between episode is incomplete، يعني أعراضها مو كليا تختفي بين إبسود وإبسود، يعني ما عنده فترة راحة. وإذا كان عندي signs of sepsis مثلا تكيكارديا، hypotension، leukocytosis، acidosis، focal tenderness of the abdomen، peritonitis، فهنا أنا راح يزيد للريسك إنه patient راح يحتاج operative management. زين خلصنا من الهيستوري، خلصنا من physical examination، نجي شو ندز patient من investigation. ندز CBC على مود نشوف الوايت بي سي، ندز أمايليز أو لايبيز همين مرات على مود لأن قلنا الابدومينال بين يدخل بي البنكرياتيتس، يعني من ضمن differential diagnosis مات acute abdominal pain. بسبب قلنا ممكن يؤدي الى هايبوكاليميا فندز الكترولايت ليفلز من هالكي ليفل. الومن ان تشايلد بيرينج ايج هم نشك بيهم، ممكن يكون بريجننت ممكن يكون اكتوبيك بريجننسي فندزهم بريجننسي تيست. البيشنت قلنا ممكن يصير
صير بي دي هايدريشن فندز رينال فانكشن تيست اللي هو اليوريا كرياتينين، وقلنا ممكن ميزنتريك اسكيميا فندز لاكتيت ليفل. البست انيشال تيست هو الاكس راي، واللي ناخذه بحالات الريكت والسباين اللي راح يطلع لي الدايليتد لوبس ويطلع لي الاير فلويد ليفل. المور اكوريت هو السي تي، السي تي والام ار اي. اوكي زين، اذا انا ما عندي انكريز بالوايت بي سي وما عندي فيفر وما عندي بين وما عندي تندرنس وما عندي تيكي كارديا ولا اي فايندينج بالراديولوجيك ايميجينج، فهذا البيشنت مو يعني سمول باول اوبستراكشن از انلايك. لازم نحط ببالنا انه الميزنتريك اسكيميا نشك بي اذا كان اللاكتيك اسيد از اليفيتد، واذا ما رجع الى الطبيعي بعد الريهايدريشن. بس لازم نحطهم ببالنا همين انه ممكن النورمال ليفل والديكريز ليفل اوف لاكتيك اسيد ما يمنع انه هو البيشنت عنده ميزنتريك اسكيميا، بسبب انه شنو منه سبب هاي السيلز ماتت فما تقدر بعد تفرز لاكتيك اسيد. مرات انا صار عندي ديزيز سيجمنت اوف باول بس يصير بها كونجستشن ويصير بها اوبستراكشن، فلذلك الاسكيميك نكروسيس راح يبقى يتجمع داخل هاي السيجمنت ما يقدر يوصل للسيستميك سيركيليشن، فما يصير عندي ليكوسايتوسيس او اسيدوسيس. الايميجينج مثل ما قلنا الاكس راي ناخذ هو الانيشال تيست ناخذه بالسوباين على مود نشوف الاوبستراكشن هو بالسمول او باللارج باول، نشوف الدايليتد لوبس راح تكون سنترال لو بيرفورال، نشوف وبالاركت على مود نشوف الاير فلويد ليفل، وبحالات البرفوريشن على مود نشوف الاير اندر دايفرام. واكو اذر بوزيشن اللي هي مثل ما مبينه بالصوره انه البيشنت يناب تقريبا على الجنب مالته يكون ليفت لاترال ديكوبيتاس. زين هذا سؤال يتكرر بالفاينل او بالميد انه شنو هي الراديولوجيكال فيتشرز اوف اكس راي ان كيس اوف انتستينال اوبستراكشن سواء كانت سمول باول او لارج باول. احنا قلنا ناخذ بالركت وناخذ بسوباين، وعرفنا ليش ناخذ الركت وليش ناخذ سوباين. بالنسبه ونشوف الفلويد ليفل همين ونشوف الغاز شادوينج. اوكي يعني نشوف الفلويد ليفل ونشوف الغاز شادوينج. سمول باول اوبستراكشن ما راح نلقى اي غاز باللارج باول هاي وحده، وراح نلقى نشوف السيركولار ترانسفيرس ريدج اللي هي فولفلي كونفيت. اما باللارج باول اوبستراكشن فراح نلقى اكو غاز باللارج باول، وراح نشوف الهوسترا اللي هي عبارة عن transverse ridge does not across the entire lumen. اوكي يعني مثل ما مبين بالصورة هنا small bowel هنا large bowel. الدايميتر مات small bowel راح يكون maximum هو 3 سنتيم، بينما large bowel راح يكون 6 سنتيم. هنا قلنا راح نشوف ال vulvary convetti هنا then lines the wall هاي، هنا راح نشوف الهوسترا تكون أعرض وأكبر. التجمع مات الباول لوبس راح يكون سنترال بحالة السمول باول، أما بحالة اللارج باول فيكون أكثر شيء بيرفورال. السي تي of the abdomen سواء كان with contrast أو without contrast هو recommended إذا عندي obstruction، وهو يعني imaging of choice. الأمراي ينطيني نفس sensitivity نفس specificity بس أنا أحتاج بحالات معينة، احتاج لان هو اكسبنسيف وليس افيلبل، فانا احتاج بحالات انه اذا كانوا تشيلدرن فما اريد اعرضهم للاشعاعات مالت السي تي، او اذا هو كان يونجر بيشنت بس داخل سي تي يعني هوايه فانا ادز ام ار اي على مود اقلل الاشعاع، واذا كانت بريجننت وومن. شنو هو البرايمري جول بالانيشال مانجمنت مالت الانتستينال اوبستراكشن؟ انا لازم احدد الفوليوم ديبليشن، احدد الديهايدريشن ليفل، احدد السيفيريتي، واعرف الكوز مات الانتستينال اوبستراكشن، واحدد اللوكيشن، اعرف انه هذا البيشنت راح يحتاج اوبراتيف او نون اوبراتيف مانجمنت. زين شنو هو التريتمنت ان جنرال؟ نول باي ماوث يعني لا ياكل ولا يشرب شيء عن طريق الفم، لذلك نعوضه باي بي فلويد مغذيات، ونسوي الكترولات ريبليسمنت خاصه للهايبوكاليميا. نحتاج نسوي ديكومبريشن فنستخدم ان جي تيوب ديكومبريشن. إذا ردنا نسوي يعني accurate assessment of urine output نحط كاثيتر. يحتاجون antibiotic اللي راح يكون metronidazole with third generation cephalosporine. وأكو حالات it is safe not to operate يعني عادي أبقى عن conservative management. يمتى؟ إذا كان عندي a dynamic obstruction، إذا ما عندي signs of strangulation، وإذا كان small bowel obstruction بسبب adhesion. أوكي
زين يمتى أنا يصير عندي indication for operation؟ إذا كان البيشت عنده peritonitis، إذا كان أكو perforation فأشوف أن pneumoperitoneum اللي هو air under diaphragm، إذا أنا صار عندي suspicion of strangulation intestinal obstruction، إذا صار عندي complete obstruction، إذا incarcinated أو strangulated hernia، إذا fecalant vomiting اللي هاي هم ضمن الأسئلة تسألون بها بالعملية، إنه شنو indication of operative management بحالة intestinal obstruction. زين هسه وصلنا المن وصلنا للباراليتيك الياس. هنا أنا شنو؟ هنا أنا ما عندي peristalsis movement، أنا مو عندي blockage بالintestinal tract، لا peristalsis movement بها خلل. A condition in which there is a failure of a transmission of peristaltic wave secondary to neuromuscular failure، يا أما يكون بالإيرباخ أو يكون بالميزنر بلكسس. أوكي زين شنو هي varieties of paralytic ileus؟ أول شيء ممكن يكون post operative، هنا يصير يعني بعد أي عملية abdominal procedure، ويكون self limiting وممكن يستمر إلى يومين أو يومين ثلاثة أيام. مرات يطول بسبب انه شنو البيشت عنده هايبوبروتينيميا او عنده ميتابوليك ابنورماليتي. والحاله الثانيه اذا عندي انفكشن، اذا البيشنت عنده انترا ابدومينال سيبسيس، هذا الشيء ممكن يؤدي الى لوكالايزد او جنرالايزد الياس. بسبب شنو؟ بسبب هذا السيبسيس راح يسوي الاريتيشن للباول فيصير عندي ابسنس اوف بيرستالتيز موفمنت، او انه هذا السيبسيس سوالي ادهيجن اللي ممكن بعدين يحول الى ميكانيكال اوبستراكشن. اوكي يعني هو بالبدايه سبسيس، اوكي سوالي اريتيشن للباول فصارت باراليتيك ايلياس بسبب انه ماكو باراستاسيس موفمنت. اوكي يعني هذا نيورولوجيك ايتيولوجي، بس هذا السبسيس بعدين شو سوى؟ سوى ادهيجن. هاي الادهيجن سوالي اوبستراكشن فأدى إلى mechanical intestinal obstruction، يعني تحول من neurologic etiology للميكانيكال element بسبب السبسيس. السبسيس بدأ يسوي لي paralytic ileus وراها النوب سوى adhesion اللي أدت لي إلى mechanical obstruction. أو يكون reflex ileus. This may occur following fracture of the spine, ribs, retroperitoneal hemorrhage or even the application of a plaster jacket. أوكي يعني مجرد شوي منقول مثلا reflex compensatory mechanism أو شوف الشيء. ميتابوليك خاصة اليوريميا والهايبوكاليميا هم الموست كومن كوزز انه صار عندي باراليتيك الياس. لذلك اذا يطول الباراليتيك الياس انا ادز على الالكترولايت خاصة البوتاسيوم وادز على اليوريا ليفل. شنو هي الكلينيكال فيتشرز مال الباراليتيك الياس؟ الباراليتيك الياس راح يكون سيجنيفيكانت اذا طول اكثر من 3 ايام. الكلينيكال فيتشرز مالته انه يصير نو ريتيرن اوف باول ساوند اون اسكولتيشن، يعني من ما تسمع الباول ساوند، ماكو passage of flatus of feces، الابدومينال distension راح يكون very marked يعني يكون كلش واضح، ومن نسوي percussion راح نلقاه تيمبانيك معناتها it's filled with gas. البين is not a feature، قلنا احنا بالparalytic ileus او بالاديناميك ما دام الخلل انه ماكو peristalsis movement معناتها ماكو pain. اوكي ماكو gastric aspiration والvomiting ممكن يصير وممكن لا. من الدز اكس راي شنو نلقى؟ نلقى انه الابدومن راح يبين بيها اللوبس اوف انتستين تكون فيلد وذ غاز، ونشوف مالتيبل فلويد ليفل. زين المانجمنت بالبراليتيك الياس اهم شيء انه انا اسوي بريفنشن اكثر مما انه اسوي تريتمنت، يعني اهم شيء انه اسوي بريفنشن. نستخدم ان جي تيوب، نستخدم ريستركشن اوف فلويد انتيك حد ما الباول ساوند ترجع ويصير عندي باسج اوف فليتوس، ونعالج الالكترولايت اذا كان اكو امبالانس خاصه قلنا الهايبوكاليميا واليوريميا. اكو فد ادفانس بروجرام هسه جديد يعني بس مو دائما يستخدمونه، انه يسوي ايرلي انترودكشن اوف فلويد وسوليد للبيشنت على مود انه شلون نسوي انكرجمنت للباول موفمنت. بس يعني هسه حاليا احنا باقين انه نسوي ريستركشن للاورال انتيك حد ما نسمع الباول ساوند او يصير عندي باسج اوف فليتوس. زين specific treatment directed toward the cause، يعني شنو السبب بالضبط أنا أحتاج أعالجه، والprimary cause must be removed، والgastrointestinal distension لازم أسوي له decompression، أبقى أراقب الفلويد والإلكترولايت level على مود لا يصير عندي dehydration، لا يصير عندي electrolyte imbalance. هنا ماكو rule إنه أستخدم peristaltic stimulant،
rarely وبحالات الريزيستنس كيسز يعني ممكن استخدم ميديكال ثيرابي اللي هو ادريجينيك بلوكينج ايجنت ان اسوسيشن وذ كولينرجيك ستيمولنت اللي هم نيوستيجمين، ممكن مرات نستخدمهم بس لازم انه انا اعرف ماكو انترابيتورنيال كوز بسبب لي البراليتيك الياس، يعني ماكو فت سبسس هو اللي مسبب. If paralytic ileus is prolonged راح يؤدي إلى life threatening، فهنا أنا أحتاج أسوي exploratory laparotomy على مود أعرف شنو الخلل اللي جاي يؤدي لي إلى إنه يصير عندي paralytic ileus. زين strangulation إحنا حكينا عنه، هو life threatening complication مات intestinal obstruction، والdiagnosis مات strangulation والsurgical intervention يعني أحدد أنا متى أحتاج patient surgical intervention، هذا كلش مهم على مود أمنع serious complication اللي هي مثل ما قلنا من يصير عندي strangulation يصير عندي ischemia necrosis راح يؤدي إلى إنه يصير عندي perforation ويؤدي بعدين إلى sepsis وشوك وممكن يؤدي إلى death. الكوزز مات strangulation ممكن تكون external، يعني ممكن بسبب الهرنية، ممكن بسبب adhesion الباند، أو يكون interruption blood supply مثلا جماعة الفولفولاس الانتسبشن، أو بسبب إنه الانترالومينال بريشر عالي مثلا عندنا closed loop obstruction أو mesenteric infarction. شنو الكلينيكال فيتشرز مات الاسترانجوليشن؟ هم مثل ما قلنا لازم يعني نسوي ديستينجويش للاسترانجوليشن فروم نون استرانجوليتد لان يحدد الانديكيشن اوف سيرجري. اذا سيفير كونستانت بين تندرنس واكو ريجيديتي، اذا صار عندي جاردينينج وابسنت اوف باول ساوند، فيتشرز اوف سبتيك شوك مثل ما قلنا فيفر اوليجوريا تاكيكارديا انكريز الوايت بي سي، وحالات الهرنية ممكن نلقى هذا lump is tense and tender irreducible و no expansal cuff impulse والpain is never completely absent، يعني ما دام عندنا circulation في البين راح يكون severe constant. Special types of mechanical intestinal obstruction. ال internal hernia يعني احنا شلون يصير عندنا ال internal herniation، يصير من انه ال portion of the small intestine loops تصير entrapped يعني تعلق داخل ال retroperitoneal fossa أو داخل أكو في congenital defect يعني مثلا في opening بالmesenteric wall. The following هما the potential site for internal herniation، منها the foramen of Winslow يعني من أكو hole in the mesentery أو بالtransverse mesocolon أو أكو defect بالbroad ligament أو congenital أو acquired diaphragmatic hernia، أو إنه مثلا عندي يعني الجزء الثاني صار عندي ديودينال ريتروبيرتونيال فوسي، فهنا يا اما بالسيكل ابندي سيكل ريتروبيرتونيال فوسي او بين الانترسيجمويد فوسي. الستاندرد تريتمنت فور هرنيا از تو ريليس ذا كونستريكتنج ايجنت باي ديفيجن، يعني التريتمنت انه انا اخلص الباول لوبس من هذا الانتربشن اللي صار لها داخل الهرنيه، او مرات يصير عندي الاوبستراكشن عن طريق الانتريك ستراكشرز يعني فد اكو ستراكشر او فد ناروينج باللومن ادى الى bullous obstruction. Obstruction in the small bowel may be caused by food, gallstone, trichobezoar, phytobezoar, stercolith and worm. يعني اكو ناس عندهم حالات نفسيه مثلا ياكلون الشعر فيتجمع داخل السمول باول مالتهم يتكون كتله ماس فيتؤدي الى obstruction او عن طريق parasitic infection. Obstruction by adhesion and band هو the common cause of intestinal obstruction especially in western countries. بالearly post operative صعب انه افرق بين الباراليتيك الياس وبين الادهيجن الearly adhesion، فممكن انه يبقون على conservative management بعد 3 ايام اذا symptoms تبقى، واذا ماكو metabolic abnormality يعني ماكو يوريميا ماكو هايبوكاليميا ممكن يلجؤون لبروتومي explorative عندما يشوفون الكوز، خاصة اذا متأكدين انه ماكو infection بالabdominal cavity. Any source of peritoneal irritation result in local fibrine production. ومثل ما قلنا إنه الادهيجن عبارة عن early ولate. Early هو عبارة عن fibrinous adhesion اللي ممكن تختفي من نشيل الكوز يعني من نشيل السبب اللي أدى لي إلى irritation اللي أدى للادهيجن. أو ممكن يصير بها هاي fibrinous adhesion يصير بها vascularization وتكون replaced by mature fibrous tissue اللي هو تكون يعني difficult to remove. اكو عدة فاكتورز ممكن تقلل الادهيجن يعني وهسه نذكرها. زين شنو هي most common causes of intra-abdominal adhesion؟ ممكن يكون بسبب الاسكيميا خاصة مثلا صار بالسايت of anastomosis، او ممكن يكون foreign body مثلا التالك الغوز السلك او الانفكشن من هالبيروتونيتيس تي بي inflammatory condition corn disease او radiation enteritis.
اكو عدة سبستانس ممكن انه نسوي لها يعني it should be put in the peritoneal cavity to prevent adhesion formation, من ضمنها الهيرونيدايز, هيدروكورتيزون, سيليكون, دكستران, BVB, سربتوميسين, انتيكوغلانت, انتيهستامين, انسيد, ستربتوكينيز, بس انه حاليا no single agent has been shown to be effective, يعني ولا واحد من عندهم انه هو كلش effective يمنع يعني formation of adhesion, ممكن يقلله بس ما يمنعه. ومثل ما قلنا انه الاتيشن تتقسم الى الارلي والليت اللي هي فيبرينوس والفايبروس, او انه من البراكتس برسبكتيف يقسموها الى الايزي اللي هي فليمزي وان اللي هي فيبرينوس, او الديفيكولت الدنس وان اللي هي الفايبروس. البوست اوبراتيف اتيشن giving rise to intestinal obstruction دائما يكون او غالبا يشمل اللور سمول انتستين. يا هي اوبريشن تكون اكثر عرضه للادهيشن هي الابنديسايتس والجاينيكولوجيكال بروسيجرز, لذلك هي تعتبر من الادكيشن فور ايرلي. الباوندز يوجوالي وان باوند, يعني هي مثل حلقه واحده, يا اما تكون كونجنيتال بسبب ما يصير عندي اوبليتريتد فيتيلو انتستينال داكت, او انه بسبب البريفيوس بكتيريال بيريتونايتس تصير سترينج باوند, وهي يعني تشمل بورشن اوف ذا جريتر اومنتوم وتؤدي الى انتستينال اوبستراكشن. هذا كيس سيناريو 58 years old female present to the emergency department with acute crampy abdominal pain. She has medical history of hypertension, dyslipidemia and diabetes. She has surgical history of open cholecystectomy at the age of 48 and cesarean section at the age of 40. The patient report that she has not passed stool or gas for 48 hours. On physical examination, she has temperature of 98 Fahrenheit, heart rate of 100, blood pressure of 140/90, respiratory rate of 16. Abdominal exam is notable for distension, tympani to percussion, and tenderness to palpation without rebound or gardening. يعني without rebound or gardening يعني معناتها ماكو إسكيميا, ماكو strangulation, يعني ما وصلنا لمرحلة peritonitis. فالabdominal radiograph is giving. هاي يعني تؤدي لأنه small bowel obstruction هاي الإكس راي. ف what is the next best step in management؟ هنا نبدي بالconservative أو نبدي بالبداية اللي هو start IV fluid, null by mouth, decompression by NG tube, لأن هي بعد هي ما وصلت للsign and symptoms مثل strangulation, وهي عدها history of surgeries, فممكن obstruction بسبب adhesion. إذا سألته شنو هو cause؟ بالإمرجنسي هاي patient من نستلمها شنو نسوي؟ general examination, نشوف dehydration status مالتها, نسوي abdominal examination خاصة gardening, tenderness, distension, scar, cuff impulse, دور على strangulation signs, investigation نديسها urea, creatinine, CBC, x-ray, electrolyte level. والtreatment مالتها هو simple, إذا ماكو strangulation إنه conservative for 3 days, IV fluid, null by mouth, NG decompression, Foley catheter, antibiotic, vital signs, ومثل ما قلنا ما ننطي بيثيدين مورفين بسبب انه لا يصير عندنا masking للسيمتومز. ويمتى نوقف الconservative treatment؟ بعد 72 ساعة إذا السيمتومز ما صار بها resolution, إذا صار عندي worsening بالvital signs, إذا الابدومن تحول إلى tender, tense abdomen فمعناته ممكن صار عندي strangulation, إذا من سوينا اكس راي لقينا اير اندر دايفرام معناتها اكو بيرفوريشن, و هنا يتحول من كونزرفاتيف الى اوبراتيف مانجمنت. هذا كيس سيناريو ثاني, وهاي ام سي كيو تطلعون عليها, وهنا خلصت عندنا المحاضره طلاب, وشكرا على الاستماع.